بونجور جو سلام تو الموند ميزان زعما ان شاء الله تكونوا كاع بيان. معكم دي جوج خلينا نسمع واكس بور المهم فيديو ان شاء الله. اليوم فيديو مهم جدا، ساشرح لكم افضل تطبيقين على الاطلاق لتعلم اللغه الانجليزيه بالصوت مجانا بدون انترنت فقط باستعمال الهاتف. مشاهده كامله للفيديو للتعرف على اكثر تفاصيل واشرح على هذين التطبيقين. سابدا الشرح نظامي. مرحبا بالجميع، أتمنى أن تكونوا بألف خير وبصحة جيدة إن شاء الله. اليوم اخترت لكم أفضل تطبيقين على الإطلاق لتعلم اللغة الإنجليزية، أولا بدون استعمال الأنترنت، ثانيا باستعمال الهاتف فقط. يمكنكم تحميل هذين التطبيقين في متجر بلاي ستور مجانا. نبدأ بالتطبيق الأول، اسم هذا التطبيق شامل اللغة الإنجليزية. هذه هي صفحة هذا التطبيق شامل اللغة الإنجليزية. لدينا المحادثة الجماعية، تدريب المحادثة الإنجليزية، لدينا قواعد اللغة الإنجليزية، لدينا هنا المستويات A1 A2 B1 B2 C1 C2، لدينا قصص قصيرة des histoires courtes باللغة الإنجليزية والشرح باللغة العربية، لدينا محادثات مع أسئلة، اختبارات و امتحانات، لدينا القرآن الكريم باللغة الإنجليزية، تحويل النص إلى كلام، لدينا هنا خروج من هذا التطبيق. لدينا المحادثة الجماعية، هذه الخانة بالأنترنت، ولدينا تدريب المحادثة الإنجليزية، أيضا يجب استعمال الأنترنت للخانتين، ولكن باقي الخانات الأخرى بدون أنترنت. مثلا ندخل إلى قواعد اللغة الإنجليزية، توجد الكثير من قواعد اللغة الإنجليزية كما ترون هنا، Part of Speech Nouns أسماء، Singular A Plural المفرد والجمع، Definity A Indefinity، Conjunction Pronouns Demonstrative إشارة، Present simple, present continuous, present perfect continuous, past continuous, past perfect. جميع القواعد الخاصة باللغة الإنجليزية موجودة هنا كما ترون هنا. تطبيق روعة لتعلم اللغة الإنجليزية. مثلا ندخل إلى خانة المفرد والجمع singular A plural، نضغط هنا، تجدون هنا الشرح من الإنجليزية إلى اللغة العربية كما ترون هنا، شرح كامل. تطبيق سيساعدكم للتعلم اللغة الإنجليزية بكل سهولة، تطبيق رائع كما ترون هنا. الرجوع، نخرج مثلا ندخل إلى المستويات A1، النطق الإنجليزي، الأبجدية الإنجليزية، تشابه النطق، تعبير الأكثر شيوعا، الأعداد، الأعداد الترتيبية، الساعة، الأيام والشهور، الأوزان والمقاييس، الاتجاهات والانتقال، الزمن الأول الثاني، التعارف، الصداقة، الضيوف، العائلة، العلاقات، المنزل، أثاث الحديقة، الألوان، عبارات وتعابير. مثلا ندخل إلى عبارات وتعابير، هنا أيضا بالصوت كما ترون هنا، باللغة الإنجليزية الشرح باللغة العربية أيضا بالصوت. مثلا نضغط Stay the way you are. استمر على حالك. How can I get round him? كما ترون هنا تطبيق روعة، جيد، تطبيق ممتاز. Steer clear of troubles. هنا تتعلمون الجمل بالإنجليزية والشرح بالعربية، وتتعلمون أيضا كيفية النطق. The years slipped by. نخرج. لدينا أيضا المستويات الأخرى، مثلا بيئة، المباني، الطعام، المشروبات، الخضروات، قائمة الطعام، السوق عند الحلاق، أنواع المركبات.
مثلا قائمة الطعام كما ترون هنا. Cheeseburger. Cheeseburger. Chicken. دجاج chicken. Curry. تطبيق ممتاز. ندخل إلى القصص القصيرة. هنا أيضا دي زيستوا كورت كما ترون هنا. مثلا ندخل إلى هنا أكتب شيك رايت شيك كما ترون هنا. القصة باللغة الإنجليزية والشرح باللغة العربية. Sandra wrote a check to her gas company. On one line she wrote, May 17th, 2009. On the next line she wrote, the gas company. On another line she wrote, $35.66. On another line she wrote, 35 and 66 one hundredths. On another line she wrote, monthly gas bill. On another line she signed her name. Then she put the check into an envelope. She also put the gas bill into the envelope. لديكم هنا محادثات مع أسئلة، لقاء شخص جديد، الاعتذار، حجز رحلة، الانتظار في المطار، حجز أماكن الإقامة عند طبيب الأسنان، طبيب الجلدية، تحدث إلى الممرضة في محطة الوقود في البنك. مثلا نضغط على بنك. موظف البنك، مساء الخير وكيف حالك اليوم؟ Bank clerk, good afternoon and how are you today? مساء الخير، أنا بأحسن حال شكرا. Asha, good afternoon, I'm just fine, thanks for asking. الرجوع. لدينا هنا اختبارات وامتحانات كما ترون هنا. هنا أسئلة وتجيبون مباشرة باختيار الإجابة الصحيحة أيضا مع الصوت لتقييم مستواكم في اللغة الإنجليزية. نخرج تحويل النص إلى كلام. تكتبون برضو هنا النص والنطق مباشرة هنا. إغلاق. هذا الشرح فيما يخص التطبيق الأول. سنخرج من هذا التطبيق. سأشرح لكم التطبيق الثاني. اسم هذا التطبيق أبروند لونجلي. سندخل مباشرة لهذا التطبيق. أيضا هذا التطبيق ممتاز جدا وأفضل تطبيق لتعلم اللغة الإنجليزية مع التطبيق الأول. هذه هي صفحة التطبيق كما ترون هنا. La famille, connaissez les autres, les écoles, langue et pays, lire et écrire, nombre, date et l'heure, activité, allons les couleurs, fruits et aliments, saison et métier, à la maison, rendez-vous, demandez pour direction. هنا الشرح باللغة الإنجليزية إلى اللغة الفرنسية. تتعلمون لغتين في نفس الوقت، اللغة الإنجليزية مع اللغة الفرنسية بهذا التطبيق الممتاز. ان هوتيل، الهوتيل، ريستورو، الايروبور، ترانسبور، على بوست، جميع. مثلا نضغط هنا فاميلي. هنا كما ترون باللغة الإنجليزية وهنا الشرح باللغة الفرنسية أيضا مع الصوت. I and you. Moi et toi. Both of us. Nous deux. He. Lui. He and she. The man. L'homme. The woman. La femme. The child. L'enfant. A family. Une famille.
تطبيق جيد أيضا. مثلا ندخل إلى الأعداد. Number. I count. Je compte. One, two, three, four, five, six. Three, the third. Five, the fifth. تطبيق سيساعدكم في تعلم الكثير من الأشياء في الحياة اليومية. مثلا نضغط هنا أيضا ايروبور. Excuse me. Excuse me. Can you help me? Is there a good restaurant around here? أيضا استعمال مختلف الأصوات. Take a left at the corner. You can also take the bus. نعود إلى صفحة التطبيق. إذن هذا هو التطبيق كما ترون هنا، تطبيق ممتاز ورائع لتعلم أيضا اللغة الإنجليزية. سنخرج من التطبيق. أتمنى أن تستفيدوا من هذا الشرح وأن تتعلموا من هذين التطبيقين لتحسين مستواكم في اللغة الإنجليزية. وأيضا إذا أعجبك هذا الفيديو لا تنسى ديرنا لايك وتبارطاجي الفيديو هذه ليستفيد الجميع من هذا الشرح. إذا كنت جديد في القناة دير اشتراك أبونتوا دونك ميرسي شكرا. بالتوفيق للجميع. على بروشان فيديو إن شاء الله. تحياتي لكم فريناس فلوجز.